اللي بيوصلوا للطلاق ما بقوش أعداء يا جماعة، بالعكس كل ما النهاية تكون أفضل وفيها من الاحترام، طول ما حياة الطرفين اللي جاية هتستقر هتبقى هادية، لا فيها قضايا ولا مشحنات ولا قيل وقال، كل واحد هيكون مستقر بحياته وسايب الطرف التاني راضي عنه وبيجيب سيرته بكل خير في أي تجمع. لازم الناس تفهم إن أي اتنين بيسيبوا بعض ما بقوش في حرب فيها حد لازم ينتصر أبدا، لأن اللي فات كان فيه عشرة، كان فيه مودة ورحمة، كان فيه مواقف وعيش وملح ما ينفعش أبدا تروح بالساهل والله يضيع بسبب قرار انفصال أو طلاق. الانفصال أوقات بيكون حل، بيكون حل علشان نحافظ على العلاقة من إنها تتدمر حرفيا، علشان كل واحد يحافظ على صورة التاني قدام نفسه وقدام الناس، وعلشان كل واحد يحافظ على روحه من إنها تنكسر أو تنهدم. ما ضيعش وقت وعمر في علاقة هو عارف إن الانفصال فيها هو الحل الوحيد بعد كم المحاولات اللي بتفشل، لو الناس فهمت إن النهاية أخلاق وتربية وإيمان بربنا، وإن ربنا وصى إن التسريح يكون بإحسان، قال إيه؟ فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني إحسان في آخر لحظة في العلاقة، والتراضي يكون هو سيد الموقف، والود يكون سايب بين الطرفين حتى بعد ما يسيبوا بعض، ويحافظوا على أولادهم من إنهم يضيعوا بين أب وأم مبهدلين بعضهم في المحاكم ومشوهين صورتهم قدام كل الناس. العيال هتكبر وعندها عقدة ومش هيقدروا يبصوا في عيون الناس ولا هيقدروا يواجهوا المجتمع وهم بالحال ده. رضوا بعض وانتوا بتسيبوا، وما تقفلوش الباب في وش بعض، خلوا حتة مواربة يدخل منها ود وتراضي، يدخل منها استقرار رضا. فرقوا بعض بالتراضي وبالود، واعرف ان ربنا دايما في اي علاقة، يعني انت بتعامل ربنا في المقام الاول، وقتها تعرف وانت بتسيب انك لازم تكون كريم ولازم تكون منصف وعادل علشان ترتاح في اللي جاي وانت مطمن، وعلشان ربنا يكتب لك في كل خطوة سلامة ورضا ورزق واسع. واخر نصيحة، وانتوا بتسيبوا بعض اعملوا باصلكم، وافتكروا ان السر مازال سر حتى بعد الخلاف، وان الكلمة اللي اتقالت ما بينكم ما ينفعش يشوفها تالت. حافظوا على اخر خيط باقي علشان ما يجيش يوم وتدعوا على بعض، يعني ما تنسوش الخير لبعض وقت الخناق علشان كفاية قساوة النهايات. وافتكروا ان ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم. شكرا ليكم وإلى اللقاء.